كيشي صاب عيون الناس عيال كامل شوف ناس تجام ما تقدر الأمر بس حط براسي كيشي صاب عيون الناس عيال كامل شوف ناس تجام ما تقدر الأمر بس حط براسي كيشي صاب عيون الناس عيال كامل شوف ناس تجام ما تقدر الأمر بس حط براسي كيشي صاب عيون الناس عيال غلطة من سانك كذي بداية عنيفة على نفسك كل العالم راح تشوفها سخيفة قدرت شفت الأمل من حياتي متراجع بظروف مظن في لي ساند من غير المعروف يصير الحال واضح ما خلي كل منها بيشوف إذا صار العكس قلت الكلام بالعيوف من القدر وضيف والحزن وصعب الحروف لما أرضني أكون من كرامتي مخطوف نصيحة يا إنسان مهما صار مهما كان لا تتخلى ولا تنسى اللي تنطره من زمان الصحة تغير مو مثل اللي كان قبل تقول عن هذا اللي أدوره من زمان أي مكان تلاقي فيني كل كان يا مكان ترى كبرنا عن أيام طفولة من زمان دنيا مصالح ما حد كان فيها فالح لا رفيجي وقف لا تقول محمد ولا صالح دائما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دائما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دائما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دائما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال حاولت اني انسى كل اللي يصير معاي تخيلت الدنيا كلها ماسكه جناي هذا ضيق وقالوا قدم له شويه تقال يا ابو النور خليك ثابت لا تنصدم صدمه جال قالوا ان بعض هالاوادم ما تستاهل بالغالي تشتريهم ويبيعونكم يستاهل محل الكلام تقوله من دون اقتناع ليش ما كنا انا الفنان ووريهم الاختراع يحل اصعب مشاكل وما يغسل الاشراع عزلنا ما ينفع احد لان كل شيء منهم ضاع المكتوب على جميل لابد تشوف العين ممكن بعد ايام تنعدى بعد طول السنين اتقبل الحياة ان كانت بالعرض او بالطول حط براسي كل شي صار بعيون الناس معقول ما تميت بحق نفسي ولو انه غيري بحق الناس مشغول ما نسيت ان الواحد عقل يشتغل مسؤول دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الامال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الامال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الامال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الامال بس حط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال عجايب هالدنيا فيها اللي فوق واللي تحت من افكارها مستحيل انها تكون انمحت وان الدنيا من كثر مشاكلها كانت تستحت لكن ما ظنيت انها الناس بالموضوع انجحت غريبة هالدنيا غريبة ضيع كل العالم بطريقة جد عجيبة مصيبة كل العالم بمصيبة تنسي الواحد اقرب قريبة روني حسيت اني الوحيد اللي كان مضرور كأن الناس بشوف شي في داخلي مكتوم شي الفايدة من الواحد يدم كل اللي كان يحلم فيه حتى لو هذا على تغيير اعتيادة دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس حاط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس حاط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس حاط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال دايما شوف ناس تتشائم ما تقدر الأمال بس اني حاط براسي كل شي صار بعيون الناس خيال. We'll be right back.